FM. الكلمة ليك. هو البين وأنه النهضة ما كانش بإمكانها تسيير شؤون دولة عصرية في 2012 أو 2011، وسبب واضح. هذول الناس كانوا في المنفى، هذول الناس كانوا في السجون، وكانت أصوات في النهضة تقول ابعدوا على السلطة. شيخ عبد الفتاح مرو كان يقول احنا مش مؤهلين للسلطة، خلينا بعاد، خلينا كذا. لا تونتاسيون كانت موجودة ونقزوا على السلطة. اكيد التحالف اللي صار وفك الظروف هذيك الكارثة جت. ناس في تونس وزادة نشوفوا المطركاج اللي صار، شعب مظلوم قداش استعملناها من مرة، مناطق محرومة قداش من مرة، مناطق مهمشة قداش من مرة، الزوالي قداش من مليار مرة. فتحنا في الشعبوية، وحسابات الدولة ما تتحملش الشعبوية، كونتابيليتي اناليتيك متاع الدولة ما تتحملش. اليوم كي تلقى روحك عندك 650 أو 700 ألف إنسان يخدم في الإدارة التونسية، هذا أكبر فردو في اعتقادي أنا بالنسبة لاقتصاد البلاد. ما كانش عندهم حتى حل آخر ربما باش يقعدوا في السلطة إلا وأنهم يلتجيوا إلى خطب معناها شعبوية. ثم هذا معناها يسأل عنه، تسأل عنه قيادة النهضة. ربما النهضة كي جات كانت تفكر أنه هنالك خلافة سادسة كما قال سي حمادي جبالي، وما نعتقدش اللي هو لابسيس كما قالوا فيما بعد. شنو خلافة سادسة؟ يعني تحطيم الدولة العصرية. خلافة سادسة يعني ما عادش اعتراف بالقوانين الوضعية، بنلتجيه للشريعة. إذن يلزم نكسره اللي هو موجود. ربما أنا ما نعرفش، لأن الاختيارات اللي كانت موجودة كانت تنبى بالكارثة. قلت لي تسمع شكون يقول لك احنا الاقتصاد التونسي باش نمشيه بصندوق الزكاة، التشغيل باش نمشيه بالتكتك، هذه كلها. والناس اللي قالوا ما همش ناس يعني بسطاء، يعني ناس اللي مهندس مهندس واللي طبيب طبيب وزراء لا لا ينجم يكون وزير وما يكونش طبعا مثقف او يكون معناها مسؤول على كلامه. ف تبقى الفترة هذيك متاع الترويكا مسؤولة قدام الرأي العام، مسؤولة أمام الشعب على الهفوات الاستراتيجية اللي قامت بها. قداش نقعد وإحنا نوجه في التهم ومتوما راكم عملتوا قبل، هات نقدوا حاجة توا. الشعب التونسي ما عايش فيه يستنى برشا. المناطق اللي نحكينا عليها هذه متاع المهمشة استنات 60 سنة، تقدر تستنى رأي 3 سنين أخرين إذا نتوجه لها بخطاب يطمنها على مشاريع جاية، على طرق سيارة، على خطوط سكة، على هذا كله مع الأسف معناها ما نش قاعدين نشوفه فيه. الكلمة ليك.